قرر أجلس تمديد الأثر بعمليات عبر الحدود في تموز يوليو الماضي، ومن شأن الفشل في تمديد هذا الإذن في المستقبل أن يزيد من المعاناة على نطاق واسع ويؤدي إلى خسارة الأرواح. سيدتي الرئيسة، تواصل الأمم المتحدة جهودها من أجل إرسال أول عملية عبر خطوط التماس باتجاه شمال غرب سوريا، أملا أن نناقش هذا الموضوع، ولم نتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الأطراف، ومن دون هذا الاتفاق لن نتمكن من إرسال هذه البعثة. بكل صراحة، الأمم المتحدة مستعدة، نحن مستعدون منذ فترة طويلة، وما نحتاجه الآن هو الاتفاق بين الأطراف المختلفة لإرسال أول بعثة من هذا النوع. بالانتقال إلى الشمال الشرقي سيدتي الرئيسة، شهدنا زيادة في التوتر الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى عرقلة إيصال المساعدة الطارئة ولو بشكل مؤقت إلى مئات آلاف الناس. واصلت الأمم المتحدة بذل كل الجهود لتعزيز عمليات إيصال المساعدة عبر خطوط التماس، بما في ذلك الإمدادات الطبية باتجاه الشمال الشرقي، بما في ذلك إيصال 344 طن من الإمدادات الطبية لتقديم ما يكفي من 3 ملايين علاج في العام 2020. وتخطط منظمة الصحة العالمية كذلك إرسال 50 طن من الإمدادات الصحية خلال الربع الأول من هذا العام. قدرتنا على توسيع نطاق المساعدات الطبية ستتوقف على حصولنا على الموافقات بشكل سريع وتحسن الوضع الأمني من أجل وقف قطع الطرق والحصول على التمويل المناسب. هذه الإمدادات ضرورية، ولكنها لا تكفي بسبب الاحتياجات الصحية الكبيرة في المنطقة. فوفقا للتقديرات، حوالي 6% من المستشفيات الحكومية في الشمال الشرقي قادرة على العمل بشكل كامل، وكما أشار تقرير الأمين العام، بعد عام من سحب الإذن من الوكالات الأممية لاستخدام معبر اليعربية، لا تزال الاحتياجات الإنسانية في شمال شرق سوريا هائلة وتتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19. سيدتي الرئيسة، ثانياً فيما يتعلق بحماية المدنيين، يؤسفني إبلاغكم بمقتل عاملاً إنسانياً آخر في شمال غرب سوريا في 16 من الشهر. كان زميلنا يعمل في إطار مشروع صحي بدعم من الأمم المتحدة في الباب المتحدة في الخدمات للناس المتضررين من كوفيد-19. لقد قتل بسبب سيارة متفجرة مفخخة في سوق في وسط الباب، كما أصيب شخصان آخران، سائق وزميل. هذه الحادثة واحدة من سلسلة من التفجيرات التي أدت إلى مقتل عشرات من المدنيين وإصابة الكثير آخرين في شمال سوريا خلال الأشهر الأخيرة. سيدتي الرئيسة، مفوضية حقوق الإنسان مكلفة بتوثيق هذه الحوادث والتي تصيب المدنيين، وقد سجلت المفوضية زيادة في إصابات المدنية في شمال سوريا بسبب ازدياد استخدام المتفجرات اليدوية. وكما قال الأمين العام في تقارير المختلفة حول سوريا وأقتبس، لابد من مساءلة مرتكبي الانتهاكات الفادحة وتجاوزات حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون الإنسان الدولي. نهاية الاقتباس. في 17 من الشهر، بعد يوم من تحدثي إلى الأطباء، تضرر مستشفى في عفرين بسبب صاروخ أصاب مبنى أمامه مباشرة، وقد أصيب في هذا الهجوم موظف في المستشفى وزوجته وأطفاله 3. يعمل العاملون الإنسانيون في سوريا على إيصال المساعدة كل يوم في ظروف صعبة للغاية تعرض حياتهم للخطر، وبالتالي لابد من حمايتها. أخيرا سيدتي.